ينتهج مجمع صيدال الرائد الوطني لصناعة الأدوية الجنيسة استراتيجية طموحة تهدف إلى إثراء قائمة منتجاته وتوفير علاجات مبتكرة للمرضى الجزائريين. المساهمة في تحقيق الأهداف المسطرة من طرف الدولة المتمثلة في ضمان الأمن الصحي، تخفيض فاتورة الاستيراد، والتصدير إلى البلدان الإفريقية ومناطق أخرى من العالم. وترتكز هذه الاستراتيجية على 6 مشاريع أساسية: إنتاج المواد الأولية بهدف زيادة نسبة الإدماج. أولى المنتجات المعنية هي بلورات الأنسولين، مادة أولية تستخدم في إنتاج الأنسولين، المضادات الحيوية البنسلينية وغير البنسلينية والسيفالوسبورينات بالإضافة إلى الباراسيتامول. ثانياً، إنتاج حوالي 100 طقم فحص لعدة أمراض منها السرطان، السكري وأمراض أخرى. سيتم تنفيذ هذا المشروع في إطار شراكة تهدف إلى تصنيع هذه المنتوجات بالنمط الكامل بوحدة وهران. ثالثاً، تطوير مجموعة منتجات صيدال بإضافة أكثر من 100 منتج جديد إلى المدونة الحالية بمعدل يقارب 20 منتجاً جديداً شهرياً، بما فيها اللقاحات والأنسولين وقطرات العين والكبسولات اللينة. رابعاً، إنتاج أدوية الأورام، البدائل الحيوية والأدوية السامة للخلايا بالنمط الكامل بحلول عام 2024 لتلبية الاحتياجات المحلية في المرحلة الأولى وتصدير الفائض ابتداء من عام 2025. خامساً، مشروع العلاج بالخلايا، العلاج الموجه. يتضمن إنتاج مواد فعالة تسمح بعلاج العديد من الأمراض مثل الشلل الدماغي وبعض أمراض المناعة الذاتية مثل البهاق والتصلب المتعدد والتهاب المفاصل واضطراب العضلات. يتضمن المشروع بناء عيادة تسمح للمرضى الحصول على التشخيص والعلاج المناسبين في آن واحد. سادساً، إنتاج الأدوية ذات الاستعمال البيطري. ستستأنف صيدال على المدى القصير إنتاج الحقن واللقاحات المخصصة لعلاج الحيوانات. سيتم دعم هذه الاستراتيجية من خلال عدة إجراءات: الالتزام بنهج جودة يرتكز على الحصول على مختلف شهادات الأيزو لنظام الجودة من أجل تحقيق أهداف الشركة بشكل فعال وإرضاء الشركاء والممولين والعملاء في الداخل والخارج وكذا السلطات المعنية. إنشاء المجلس العلمي الذي سيساهم في إثراء وتطوير المنتجات وتوجيه البحث والتطوير المبتكر. رقمنة المهنة من خلال تطبيق أدوات فعالة ومشخصة تسمح بتسهيل اتخاذ القرارات وتقليص التكاليف والآجال. دخول مركز البحث والتطوير حيز الخدمة، دوره تقديم المساعدة التقنية لمواقع الإنتاج وتطوير منتجات جديدة. دخول مركز التكافؤ الحيوي حيز الخدمة، والذي سيسمح بإجراء الدراسات السريرية من أجل التصديق على مطابقة الأدوية الجنيسة والأدوية المرجعية من وجهة نظر الفعالية والسلامة. كما سيتم تقديم هذه الخدمة لمنتجي الأدوية في إطار تسجيل منتجاتهم على المستوى الوطني والعالمي. ويعكس اعتماد نموذج العمل الجديد هذا رؤية صيدال التي ترتكز على الآفاق الواعدة، مما يمنحها القدرة على الوفاء بالتزاماتها كشركة عمومية تنفذ السياسة الصحية للدولة والمساهمة في استدامة وتطوير أول مجمع صيدلاني جزائري. ستفتح مشاريع صيدال المبتكرة التي ترتكز على التقنيات المتطورة فرصاً مهنية من خلال خلق مئات الوظائف، ومع ذلك فإن هذه المجالات الهامة للتنمية تتطلب تكويناً عالي الجودة لضمان مهارات أكيدة، وهذا سيضع صيدال كرائد في التقنيات الناشئة والتوفيق بين خلق فرص العمل المؤهلة والتميز التكنولوجي.